السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. النهارده ان شاء الله الفيديو بتاعنا عباره عن مشتريات لخامات الحلواني، هنستعرضها مع بعض ونشوف اشكالها ايه، ويعني لو حابين ان انتوا تعرفوا اي استفسار تكتبوا لي في الكومنتات وان شاء الله ارد عليكم من ناحيه الاسعار والاماكن اللي جبت منها الحاجات دي. يلا نشوف مع بعض ايه الحاجات بالظبط اللي انا جبتها، وشاركوني افكاري لان الحاجات دي كلها ان شاء الله هنستخدمها في عمل تورتات، في عمل جاتوهات، بتبقى حاجات ظريفه كمان للاطفال. يلا بينا نشوف مع بعض انا جبت ايه. السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. اهلا بكم في مامي فود. النهارده الفيديو بتاعنا عباره عن مشتريات لخامات الحلواني. انا في شويه حاجات كده جبتها وفي حاجات جبتها يعني ما جبتهاش كلها مع بعض، لكن يعني لما لقيت نفسي عندي كده حاجه مجموعه كويسه قلت اديكم فكره عنها. واي سؤال عايزين تسالوه او اي استفسار او اي اسئله عن الاماكن اللي جبت منها او الاسعار تقدروا تكتبوا لي ده في الكومنتات وان شاء الله ارد عليكم. مبدئيا كده انا عندي هنا اللي هو الكيس بتاع الجي ام سبونج، اللي هو ده سبونج فانيليا، ده كيلو منه بكام؟ ب22 جنيه. هو نص كيلو بيعمل كيكه حلوه كده محترمه، حجمها متوسط يعني. عندي كمان شوكولاته خام بتاعت دريم، بستخدمها حلوه جدا. كنت الاول بستخدم شوكولاته فيتا بيلا، بس لقيت برضو بتاع دريم حلوه مش وحشه يعني، بالعكس جميله عجبتني لما جربتها، فجبت منها شوكولاته الحليب وجبت منها الابيض اللي هي الوايت. كمان في منتج جميل جدا كان نفسي يكون موجود في الاسواق من فتره طويله، كنت سمعت عنه، اللي هو البودر بتاع الكريم شانتيه، بس مش كريم شانتيه بقى، بديل الكريمه اللباني بودر، بيتقال عليه كريمه نباتي. ده موجود دلوقتي في الاسواق، جميل جدا، الكيلو منه ب80 جنيه. وكمان في عندي كريم شانتيه بودر، كريم شانتيه، بس ده بحب اجيبه خام من غير سكر عشان انا اتحكم في نسبه السكر اللي بحطها. كمان عندي هنا الوان الشوكولاته، في عندي اللون الاحمر اللي ممكن يديني بينج، او في كمان اللون الاخضر اللي ممكن اتحكم في درجه اللون. دي الوان دي خاصه بالشوكولاته غير الالوان الثانيه اللي هي الوان الجل. الالوان الجل ليها استخدام، وده للتلوين الشوكولاته. دي ماركه ماجيك، جميله جدا. كمان عندي الفانيليا ستايلا، برضو ماركة ماجيك حلوة جدا، كنت جربتها قبل كده وخلصت من عندي وحبيت ان انا اكررها تاني يعني. في كمان عندي الشوكولاتة الفرماسيل الملونة، جميلة قوي. وعندي كمان الشوكولاتة الكريسبي اللي هي البني اللي هي لون الشوكولاتة العادية، وفي عندي الوايت اللي هي البيضة. كمان جبت الفانيليا الباودر، بس الفانيليا ستايلا بصراحة عجبتني اكتر. كمان في عندي اللي هو الشوكولاته الكريسبي البيضة الكبيره، اللي هي في منها لون شوكولاته بس ده عليه برونز كده، جميل قوي عجبني برضو. في عندي شوكولاته الكريسبي اللي هي البيضة الوايت، جميله قوي، دي عاديه خالص لون اللبن كده. في عندي هنا الشوكولاته الشيبس الملونه اللي هي الاورنج والاخضر والبينك. في كمان عندي شوكولاته شيبس عاديه بيضة وايت، وفي عندي كمان شوكولاته الفرماسيل البني بدون الشوكولاته العاديه. دي شويه خامات كده قلت افرجها لكم واوريها لكم عشان تاخدوا فكره برضو عن خامات الحلواني اللي موجوده، الحاجات الجديده الموجوده الملونه في الاسواق. كمان في حاجات تانيه جبتها احب افرجكم عليها وتاخدوا منها يعني فكره كويسه. ده احدث حاجه عندي جبتها النهارده، ده المفرش السيليكون، ده علشان يعني بيبقى طريقه عجن او فرد اي حاجه على الكاونتر او على الرخامه، فده بيبقى امن يعني واحسن، شكله بيبقى شيك جدا. كمان عندي جبت اللبن البودر اللي هو نيوزيلندي، بيبقى كامل الدسم، بيتباع بالكيلو تقريبا ب80 جنيه. وكمان القالب بتاع الوافل، ده 4 خامات وافل جميل قوي، ده سيليكون يدخل طبعا الفرن. وده عندي كمان الجيب الحلواني او كيس الحلواني، ده جميل جدا، ده طبعا قابل للغسيل وان انا استخدمه اكتر من مره. ده زي الوتر بروف كده، خامة الوتر بروف، ده تقريبا كان ب8 جنيه او 10 جنيه حاجة زي كده. والقالب بتاع الوافل تقريبا كان ب25 على ما اتذكر يعني. وفي كمان جيب حلواني او كيس حلواني تاني عجبني جدا، لان الرول بتاعه غالي جدا عشان هو برضه مستورد، دول اتنين في بعض بيتقصوا كده ويبقى هما كده.
يتقص كده بالمقص، يتحط التيب بتاع الشكل اللي انا عايزاه، بقصه من هنا وبحط التيب، يعني بقص على تبع حجم التيب بتاعتي. وده بقى ورق خبز او ورق زبده بس مستورد، هو صيني، هو غالي شويه بس تحفه. ده تقريبا 40 في 60، او يعني تقريبا لا 80 في 60، فممكن بقى اي حد يجيبه يقصه على مقاس الصواني بتاعه الخبز. ده قابل للغسيل والاستخدام مره واثنين وثلاثه، ممكن استخدم فيه لمده سنه او اكتر، ما يجرالوش اي حاجه، يعني مش لاستخدام مره واحده ويترمى زي التاني لا. وبعدين ميزه الورق ده ان هو ما بيلزقش فيه فعلا الاكل ولا اي حاجه ولا اي عجائن بتلزق فيه خالص لما بتدخل الفرن، فهو حقيقي يعني اختراع جميل جدا جدا. وبالنسبه لان هو يعني بنغسله وبنستخدمه اكتر من مرات كتير قوي، ف 45 جنيه مش كتير عليه، الشده ب 45 جنيه. كمان عندي ورق ترانسفير، ده جميل قوي، وبيتحط عليه الشوكولاته بعد ما بسيحها على النار وبتبقى سايله كده، بنزلها عليها وبسيبها لغايه ما بتجمد في الثلاجه وتبرد عليها وتجمد تماما، فببدا اخرج الشكل، فممكن استخدمه اكتر من مره، بس اول مره بس اللي بتطبع عليه الالوان، لكن بعد كده الاستخدامات اللي بعد كده بتبقى من غير الوان، بس برده حلو شغال يعني ما فيهوش حاجه. عندي هنا كمان قالب او صينيه ممكن استخدمها في استخدامات كتير قوي، هي تقريبا مقاس 22، دي حلوه جدا عشان التورتات وعلشان ارتفاعها عالي، ممكن ان انا بعد ما اعمل الاسبونش فيها ان انا اقسمها لغايه ما مثلا 4 لير 5 لير، يعني 5 طبقات او 4 طبقات، لان هو ارتفاعها عالي جدا. وممكن استخدمها في حاجات تانية كتير، مش بس عشان الكيك الاسبونش، ممكن استخدمها في الكيكات كلها، مقاسها حلو ومعقول، وفي الوقت نفسه يعني الالمنيوم لا يعلى عليه على فكره في المخبوزات نهائي، مفيش احلى من الالمنيوم، لان هو بيديني درجه سوا بتبقى متساويه في كل الجوانب. فهي دي كانت مشترياتي النهارده، يا ريت اللي يعجبه الفيديو بتاعي لايك وشير وسبسكرايب، ونضغط على الجرس علشان نفعله. والاهم من ده كله، اي استفسار او اي طلبات او اي حاجه يا ريت تكتبولي في الكومنتات، وان شاء الله هتابع وارد على حضراتكم. لو عايزين استفسار عن الاماكن اللي جبت منها ان شاء الله هبقى اقول لكم عليها لو سالتوني، وكمان الاسعار هبقى برضو اقول لكم عليها، لان حقيقي في حاجات انا فاكره اسعارها وفي حاجات بقالي فتره جايباها فما مش فاكره الاسعار بتاعتها، فان شاء الله براجع الشيت بتاعها واقول لكم على اسعارها ان شاء الله. فدي كانت مشترياتي من خامات الحلواني، ان شاء الله اشوفكم على خير واسيبكم في رعايه الله، ويا ريت يكون الفيديو عجبكم، ويا ريت اخد بقى ان شاء الله كده لايكات كتير وعلشان قناه تكبر بيكم وليكم، واسيبكم في رعايه الله، والسلام عليكم ورحمه الله.